السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استوقفني هذا الخبر اليوم وصراحة سأحاول أن أعقب عليه. الخبر هو إضراب الأساتذة المتعاقدين يوم 9/11/12 فبراير، وما تأثير هذا الإضراب على الإطار المرجعي وخاصة للبكالوريا لسنة البكالوريا 2021. الإضراب كما جاء في مراسلة الإخوان الأساتذة المتعاقدين سيكون يوم 9/10/11 فبراير 2021. الإضراب حق مشروع، وهنا لن أناقش حق الإضراب، ولكن أنا أناقش لي كونسيكونس، عواقب هذا الإضراب على بعض التلاميذ، وخاصة في التلاميذ في العالم القروي الذين يدرسون أسبوع وأسبوع في القسم، أسبوع في القسم، أسبوع في المنزل. ماذا يعني أسبوع إضراب أسبوع؟ يعني 20 يوم بدون التوجه إلى القسم، 20 يوم. يعني إذا كان الإضراب في يوم 9/10/11 بالنسبة للتلاميذ الذين كانوا في راحة الأسبوع قبل الإضراب، من المفروض الدراسة في هذا الأسبوع، إذا كان هناك إضراب فسيكونوا غائبين، والأسبوع بعد الإضراب أصلا هم غائبين عن القسم، وهذا يعني 3 أسابيع بدون دراسة. التساؤل الثاني بعد مراسلة بعض التلاميذ الذين يتصلون معي عبر القناة، يقولون بأنهم لحد الآن لم يدرسوا إلا وحدتين في الفيزياء، لي زوند إي لو نوكليير، وهذا يعني أنه من المستحيل أن يتمموا المقرر ولو في شهر يعني وحتى جويه. هذا يدفعني إلى أن أتساءل متى سيكون تحديد الإطار المرجعي، وخاصة أنهم من المستحيل كما قلت أن يكون هناك دراسة ولو 70% من المقرر. لهذا أناشد، لهذا كأوبسيرفاتور يعني وليس كأستاذ، يجب على الوزارة من جهة، وعلى التلاميذ وعلى الأساتذة من جهة أخرى، أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الجائحة، وأن يحاولوا أن يجدوا حلول على الأقل ألا يكون المتضرر الوحيد من هذا الإضراب هو التلميذ. هذا هو مون سوي اترافير سو ميساج. ولحد الساعة ليست هناك أي خبر رسمي على الإطار المرجعي، ولكن من المتوقع جدا أن يكون في غالب الأحيان كالإطار المرجعي الذي يحدد في السنة الفارطة. دونك فوالا، دونك هذا هو الخبر الذي أريد أن أشارككم إياه. ما متمنياتي بالطبع لجميع التلاميذ بالتوفيق، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.